على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا بالطريقة النقشبندية العلية، قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أذرعتهم المباركة، وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما، والحمد لله رب العالمين.